مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم وبرنامج شخصية معروفة. أكيد ضيف الحلقة لهذا اليوم الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك، شيخ عام عشيرة الدلو في العراق. نرحب بيك أجمل ترحيب في برنامج شخصية معروفة. يا أهلا وسهلا بكم وأهلا بقناتكم الكريمة، وتشرفت اليوم احنا تعبناك ويانا. لا بالعكس، بارك الله بك، ما قصرت. الله يسلمك. لا انسى تحياتي الى الشيخ مجيد فتح الله بيك، الوالد العزيز واب لجميع ابناء الدلو. الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. اليوم انت حضرت من خانقين الحبيبه الى بغداد الحبيبه لحضور المؤتمر المقام لعشيره الدلو، ما هو انطباعك حول هذا المؤتمر؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. احنا كان نيتنا من هذا المؤتمر التواصل ويا ابناء عمومتنا من كربلاء وحله والبصره وبغداد، وتوفقنا انه الحمد لله والشكر نجمعهم كلهم وبهذا الكرنفال المفرح، واستضفنا مجموعه رؤساء عشائر من اخواننا من اهل منطقه الوسط والجنوب من العشائر العربيه على هدف التواصل والتعايش السلمي بين كافه العشائر، والحمد لله والشكر طلعنا بها بنتائج إيجابية ومرضية لنا ولكل العشائر اللي بالمنطقة. الحمد لله وشكر على كل حال. طبعا نشكرك جزيل الشكر الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك لحضورك من خانقين إلى بغداد وحضورك هذا المؤتمر. أكيد أنت ضفت إضافات جدا كبيرة للمؤتمر، وكلمة أخيرة تحب توجهها إلى جمهور برنامج شخصية معروفة اللي يشاهدونه حاليا. إن شاء الله نطلب من كافة العشائر التآخي والتآلف واللحمة الشعبية بين كافة قبائل العراق، ومثل هذه المؤتمرات ضرورية كلش بالنسبة لمسألة التعايش بين العشائر. وإن شاء الله هذا كان أول مرة لنا كمؤتمر في بغداد، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، ومشكورين على جهودك ويانا اليوم. الله يسلمك بارك الله مزهر. إذن مشاهدين الكرام كان لنا هذا اللقاء البسيط مع الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك شيخ عام عشيرة الدلو. لنا لقاءات أخرى من برامج شخصية معروفة، إلى اللقاء.